الحبيب الخضري، شنو عندنا؟ أبو أحمد، شنو عندنا؟ عبد الله سالم، تفضل حسن، تفضل أحمد، تفضل موسى، تفضل جد. يشرفنا أن نكون جزء من حياتكم، لأن أنتم بالفعل جزء من حياتنا. تعودنا عليكم في الميدان وتعودتوا على القبس تشوفونها قدام عينكم. الحاضر الشامل ما راح يخلينا بعاد عنكم، بل بالعكس راح نكون قراب منكم. بيبي الخضري، شنو عندنا؟ شكرا جنان، أكيد راح نشتاق لكم بسبب الحظر الشامل، بس راح نستمر معاكم نصور فيديوهات كروما، نطلع لكم لايف، نصور برامج عن بعد، ونستمر بإعطائكم آخر الأخبار في مختلف المنصات الإلكترونية الخاصة بالقبس الإلكتروني. وفي شيء أكثر، وعندنا المزيد. أبو أحمد، شنو عندنا؟ شكرا بيبي، برنامج بين السطور راح يكون موجود إياكم خلال فترة الحظر. راح تشوفون وتسمعون أحداث لأول مرة تعرفونها، لأن القبس بيت الإعلام إحنا محضرين لكم مفاجآت راح نكون موجود إياكم خلال فترة الحظر. منها تشوفون الاستديو اللي وراي، هذا برنامج جديد قاعد نجهزه، ولكن راح يكون موجود إيانا إن شاء الله بعد فترة الحظر. لا تنسونا لأن إحنا ما نسيناكم. عبد الله سالم، شكرا بحمد. إحنا بالقبس مستعدين لكل الظروف والاحتمالات، وإن شاء الله راح نكون قريبين منكم أثناء فترة حظر التجول الكلي. أكيد راح نكون ملتزمين بتعليمات الجهات الصحية وأيضاً بتعليمات التباعد الاجتماعي، لكن ما راح نخذلكم ونكون متواجدين كالعادة على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القبس الإلكتروني، وأيضاً راح توصلكم القبس PDF. تفضل حسن. شكراً عبد الله. نوعدكم أن احنا مستمرين في تقديم رسالتنا الإعلامية سواء من الدوام أو البيت، لأنكم جزء منه. تفضل أحمد. شكراً حسن. الفيديوهات اللي انتوا قاعدين تشوفوها على منصات القبس الإلكتروني، على الرغم من انها تاخد وقت كتير وشغل وجهد، لكن انتوا تستاهلون واحنا مستمرين. تفضل. اعزائنا متابعي القبس، تمر الكويت ويمر العالم بازمه تاريخيه، وعليه تم فرض الحظر الكلي، واحنا في القبس اطلقنا القبس تي في، وهو مشروع جديد ينقل لكم برامج القبس وتقاريرها اللي تنقل نبض الشارع بكل مصداقيه وموضوعيه. تفضل. شكرا احمد. من قلب القبس، اسرتنا دوم معاكم.